باش يكون ليلة منظومة الاقتصاد الريعي في بلادنا. الريع هو ما هوش حاجة باهية بالكل اقتصاد، لكن تفكيكه ما يكونش اعتباطي، تفكيكه يجب يكون مدروس. كي تحب تاخذ قرض عند البنكة يقول لك أرهن 300% على قد القرض تحب تاخذه. الحاجة الثانية أن نراجع كراسة شروط الغير قابلة للتطبيق. هكا نحلوا للناس الباب القانوني باش يدخلوا يخدموا. مش المشكلة في الحلول، المشكلة في كيفية تطبيق حلول، خاطئ إلى حد الآن ما سمعنيش حتى بلان استراتيجيك يخلينا نصدقوا اللي انتم عندكم حلول تنجم تقضي على المنطقة. خصنا واقتصادنا هش، وهذا ما ينكره حتى حد بالوضعيات والزاجريقا والمؤشرات اللي كنا نذكروا فيهم. فيك منتصر، الثورة ضد الاستعمار حقتنا الاستقلال، والثورة ضد الدكتاتورية حقتنا حرية التعبير. ما تشوفش اليوم أنه الثورة ضد المنظومة الريعية هذه المستبدة اللي احنا دجا في إطارها قاعدين في استعمار داخلي قادرة أنها تحققنا أبسط حقوقنا الاقتصادية وهو الحق في المبادرة الاقتصادية وتعززنا المبادئ الأساسية للاقتصاد. تري احنا نحكيه على حلول كسر المنظومة الريعية، كيف ما نحكيه على حلول محاربة الإرهاب. محاربة الإرهاب شين تسحق؟ تسحق دولة مؤسسات، معنى لازم مؤسسة مستقلة، مؤسسة قوية، مؤسسة عندها إمكانيات. هل تتوقع أنه المنظومة هذه تصدر؟ هل عندك فكرة على نسب التصدير في اللي شيفر متاع الشركات والمجامع الكبرى؟ يا مهاش مش في ليلة ونهار الرايع باش يتنحى الرايع الاقتصاد الوطني يعني يسحق إلى نظرية شمولية وواسعة. مش أنك أنت من الفريق المساندة باش نمشي معاك في الحل اللي اقترحه أمين وفرضا نحينا الرخص. التمويل منين؟ على استراتيجيه معينه، استراتيجيه تدعم المنافسه، والمنافسه اللي هنا ما تنجم المنافسه بيان سور الموجهه، ما تنجم كان تدعم السوق وتدعم الاقتصاد. شكرا لكم الاربعه، بارك الله فيكم. دونك تقعد الاصلاحات هذه كل فيها ديجا بارادوكس بين نطالبوا الدوله والدوله فاسده، تقعد كيفها كيف الاصلاحات الكل راهينه الوعي الوطني والاراده السياسيه.